بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحده الخامسه صفحه 352 الوحده الخامسه يعني بخش پنجم شروع در بخش پنجم الدرس الخامس والعشرون درس 25 العربيه لغه القران عربي عربي زبان قرآن عظیم شان هست دخل احمد و مرکز ملک فیصل لدراسات اسلامیه به مدینت مراوی بالفلیپین میگه داخل شد احمد در دا کجا داخل شد میگه در مرکز ملک فیصل برای دراسات اسلامی برای چی هست؟ برای دراسات اسلامی در کجا هست؟ در ش... مدینه شهر مراوی فلیپین اما یک مرکز در سای اسلامی است مرکز اسلامی است اسلامیک سنتر میگن بسیاری سری بغداد کشور های اروپا هم ها می در همین مرکز اسلامی که هست در کجا هست در فیلیپین فیلیپین یک کشور است در جنوب شرق آسیا مثل مالزی و اندونزی هم طرف باز فیلیپین است انال احمد در این مرکز داخل میشه وجد احمد و صديقه عمر في المكتبه يقرا المصحف مگه وجد احمد احمد ياف صدیق خود دوس دوست شکن دوستش چی داشت عمر دید که عمر در مو فی المکتبه در کتاب خانه هم یه ششته یک را المصحف قران شریف میخونه اتم عمر القراعت و قال عمر میگه اتم تکمیل کرد خاندن تلاوت کردن قران شریف را و قال الله العظيم أحمد أمد برش ميجا أحمد ميجا السلام عليكم يا عمر عمر برش قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد ميجا أتعرف اللغة العربية يا عمر سبحان الله ربنا ميفهم يا عمر عمر ميجا نعم أعرف اللغة العربية سبحان الله ربنا يفهم أحمد ميجا وأين تعلمتها يا عمر ده كجاي يا عمر عمر ميجا تعلمتها في معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ميجا مي ما يريد در معهد انستيتوت ميجا ميجا انستيتوت لغة عربية انستيتوت زبان عربي بجامعة أم القرى دا بوهنتون أم القرى اي أم القرى دا كجاهز دا مكي مكرمة ميجا ما دا ونجا زبان عربي ريال جرفتم أحمد ميجا كم عدد سنوات الدراسة بهذا المعهد یعنی یا میخوای که آلدمی داخل شد میگه کم عدد سنوات درازه سالهای درسی سی دی ای چند سال است؟ عمر میگه ثلاث سنوات سه سال است احمد میگه متى تبدا الدراسه في المعهد ده معهد چه وقت درس شروع میشه عمر میگه تبدا الدراسه في فصل الخريف من كل عام میگه این شروع میشه در فصل خریف یکی فصل خریف چی میگن خزان میگن چون جه منطقه گرم سیر و منطقه گرم باز درس در شروع میشه در خزان شروع میشه احمد میگه اريد ان التحق بالمعهد این میگه ما هم میخوایم که دمی معهد شام شامل شوم فماذا افعل یا عمر چی کنم عمر عمر میگه ارسل طلبا الى عمید المعهد میگه بفرست طلب عریضه را در زبان عربی عریضه را چی میگن؟ طلب میگن میگه اگر عریضه را وان بکو به عمید المعهد عمید المعهد چی منه؟ یعنی رئیس انستیتیوت عمید چی را میگن؟ رئیس این کلمات نه و خوب یاد بگیرین خب محد انستیتیوت عمید رئیس عمید المعهد رئیس انستیتیوت احمد میگه ارجو انتو ساعدنی فی کتابت طلب میگه امید میکنم که امرایم کمک کنی. چی؟ در نوشته کردن طلب طلب چی رو گفتیم میگه؟ عریزه عمر میگه به کل سرور میگه بسیار خوشی هیا نکتب نکتب طلب بیاییم که خیلی عریزه رو نشته کنیم بسم الله الرحمن الرحیم طلب الالتحاق این ای عریزه نوشته کردن رو یاد میته میگه مثلا وقتی که میکنی طلب الالتحاق یعنی عریزه شمولیت در این استیتیوت در سرش نشته میکنی چی؟ شمولیت سعادة الدكتور عميد معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة خدشي نشرا سعادة الدكتور يعني جناب الدكتور رئيس انستيتيوت زبان عربي در بوهنتون أم القرى در مكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقدم بهذا الطلب راجياً قبولي بالمعهد میگه ما اتقدم يعني پیش میکنم اتقدم به هادا طلب یعنی يعني پیش میکنم یعنی يعني زره راجياً امیدوار استم قبولی که قبول شو ما بالمعهد ده امین استیتیوت که اتعلم اللغة العربية والثقافة الاسلامية که ما ده زبان عربی و ثقافت فرهنگ اسلامی را یاد بگیرم و بیاناتی يعني معلومات ده ما الاسم نامم أحمد عبد الله نام أحمد عبد الله هست الجنسية الجنسية يعني أمو نشنالتي ما ما تشي هستم؟ از هس هستم العمر عمرم عشرون عاماً بصالح هستم الديانة مسلم دينمم إسلام هستم مسلمان هستم المؤهل الدراسي شهادت ثانویت العامه یعنی ما درس که خوانده معهل دراسیم چی من شهادت نامه لیسه دارم ثانویت عامه یعنی دوازده پاس میگه یعنی دوازده پاس دارم خب الانوان این باریم چی ال فیلیپین در فلیپین هستم مدینه مراوی سیتی در شهر مراوی سیتی هستم شارع و مرکز ملک فیصل در سرک مرکز ملک فیصل هستم در منزل رقم ثلاثة يعني خانة نمبر سى الطابق الثاني منزل دوم فاميلي يعني وأشكركم راجيا النظر في التلب والله يا ما ما تشكرني كلامات شما أميدوار سمكي دا عزيز ما تواجوبكن و الله شما رح حفظ بكنا مقدمه يعني كاس تقديم كذا تش أحمد عبد الله اینجا آیت قرآن میگه که این الله قرآن عربی لعلکم تعقلون الله مطال که ما فرستادیم گردانیم قرآن به زبان عربی شاید که شما در ای باره از عقلتان کار بگیرین زخرف سوری زخرف آیت سیوم و صدق الله العظیم الكلمات الجديدة الكلمات الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم مركز مركز مدينة شهر صديق دوست عظيم بزر لغة زبان سنة سال فصل فصل الشتاء زمستان التحق شامل الطلب عريزة أرجو أميد ميكنم سعادة جناب قبولي فزيرشما آه الثقافة ثقافات العمر ميسن المؤهل سوية تعليمي آه المقدمه مقدمه يعني تقديم مقدمه يعني يعني تقديم كنندا لعل شهادة شهادات العامة عمومي آه الدراسة بسم الله الرحمن الرحيم الدراسات درسها وجد يافت صدق الراس كف نريد ما مخهم ما حد يعني انستيتيوت دراسة درس خريف آه خزان ربيع آه طابستان أرسل مفرستان أرسل خيل أمرس بفرست عمید رئیس سرور, خوشحالی. تقدم، اتقدم تقدیم میکنم کی برای که بیانات معلومات دیانتا دین العنوان آدرس جعله گردانی دیم آن را تعقیلون شاید که شما از عقلتان استفاده کنید ثانویه یعنی دوز پاس حمزه صدر صاد 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 سه سو

وجد صديقه يجلس في المكتبه یافت دوست خود را که نشسته بود در کتابخانه وجد صديقه يقرأ في المكتبه وجد صديقه يقرأ في المكتب يافت دوست خوده وقتی که قراءت میکرد بالای میز میگه او یه دوست خدایی آف در مكتبة و در کتاب خانه چی میکرد؟ قرآن را ایسی و وجد صدیق حوت یا تعلم لغت العربیه آه ایدگیش؟ وجد الصديقه يقرأ اللغة العربية. صديقه العربیه زمر هست یا صفات زمان دارد؟ دوست وجد الطالب يقرأ في مصحف الشريف آه. وجد الصديقه يكتب طلبا وجد الدراسة تبدأ في الخريف اتقدم بهذا الطلب راجيا قبولي بيجمع بيش ميكنم مي يا ديزرن اميدوار اسم كي تشيش آه. انا اكتب هذا الكتاب راجيا قراءته اذا مثلا شو مي قسم مثلا جملات دغه بسوزين مثلا ميگن ني خط نوشتا ميكنم اميدوار اسم كي يده شو ما قرات افعل الخير كثيرا راجيا قبوله يعني كار نيك زياد بكو به امید قبول شوه کتاب تو الیه شاکرن عمله میگه من اشتر کردم بر از او شاکرن در حالی که شکر میکردم کارشان شما اگه فکر کنم از نحوه ما و شما حال ایم اینجا این کلمات حال میره مثلا اکتوب و کتاب راجیان راجیان چی در حالی که امیدوار چی بودم که قرائت کنه افعل الخیر کثیرا راجیا قبوله تو الیه شاکرا عمله وقف الطالب

خارة قسم خابة, خابة. غابة. غابة غابة خير غير يخور يغور الخالية الغالية أب أبلخ. أبلغ أبلغ خليل غليل يخيب يغيب التدريب الثالث أجب عن الأسئلة الآتية أين تعلم عمر اللغة العربية؟ عمر من زبان عربية دا كيف تابوت؟ تعلم عمر اللغة العربية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. آه ماذا قال عمر بعد أن أتم القراءة في مصحف؟ وقت كي عمر قرآن شريف خلاص صدق الله العظيم. آه قال عمر بعد أن أتم القراءة صدق الله العظيم. أين وجد أحمد صديقه عمر؟ وجد أحمد صديقه عمر في الفلبين كم عدد سنوات الدراسة بمعهد اللغة العربية؟ ثلاثة سنوات اه متى تبدأ الدراسة بمعهد اللغة العربية؟ في فصل الخريف اه في فصل الخريف كان في يعني فصل حزان ما عنوان أحمد بالفلبين؟ الفلبين فيليبين أنوار انوار اجازه <مستركة> آمدن مركز في شارع المركز الاسلامي كيف يلتحق الطالب بمعهد اللغه العربيه شي قسم مثلا شامل مشي در معهد زبان العربيه يلتحق الطالب بالمعهد اللغة, اللغه العربيه بعد تقديم بعد الطلبه لماذا ارسل احمد طالبا الى عميد المعهد چرا احمد عريزه روان كتب رئيس بانتون بالمعهد التدريب الرابع رتب وكون جملا دار جمله اولش تبدا الدراسه بالامعه هذه في فصل الخريف جمله دومي. ارسل احمد طلبا الى عميد المعهد جلس عمر يقرأ القرآن الكريم في المكتبة شارميش درس الطالب اللغة العربية والثقافة الإسلامية والثقافة الإسلامية والثقافة الإسلامية آه، أرجو أن تساعدني في كتابة الطلب جملة بشاشوميش التحق أحمد بالمعهد كي يتعلم اللغة العربية have to هي لغة القرآن الكريم جامعة أم القرى في مدينة مكة المكرمة نومي أحمد طالب مسلم مسلم وهو من فلبين داوميش مركز ملك فيصل بمدينة مراوي بالفلبين التدريب الخامس هات الثلاث كلمات تبدا بالحرف مفتوحا ومكسورا ومضموما مثلا ما شنو سه كلمه بيرين كدوه تش شروع شوا يا بفتحه يا بكسره يا بضمه مثلا اذان افطار ام مثلا ب باب بفتحش بيت بكسره بينين كملك بينين ميجان اي کار خانگي دندگي كلمه كل شون ده خانه بو زياد بيارين. التدريب السادس کول جملا من العمودین میگه شما جمله جور بکنین عمود ستون میگه میگه از دو ستون از این بگین از این بگین از دو یک جمله جور که مثلا از ای و بی از ستون ای و بی جمله جور میگه مثلا میگیم دخل احمد و قال لعمر میگه داخل شد احمد و گفت برای عمر السلام علیکم اینه السلام علیکم خب أكل الولد الطعام وقال الحمد لله. أتم عمر قراءة القرآن وقال صدق الله العظيم. أقام بكر الصلاة وقال الله أكبر الله أكبر. جلس الولد ليأكل وقال بسم الله الرحمن الرحيم. أتم بكر الأذان وقال لا إله إلا الله. دخل سعيد لينام وقال تصبحون على خير وقال قال للوالد شكرا فقال له عفوا التدريب السابع رتب هذه الجمل يقرا مجموعه من القصص يجلس في اجهزه القراءه السلام عليكم يا عمر اجاب عمر احمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجد أحمد صديقه عمر يجلس في حجة القراءة يقرأ مجموعة من القصص. قال أحمد لعمر: السلام عليكم يا عمر. يعني؟ أجاب عمر أحمد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل احمد, عمره. احمد سال احمد و عمر؛ سوال کرد احمد از عمر؛ برش گفت که سال احمد و عمر؛ این تعلمت اللغه عربیه؟ قال عمر؛ عمر؛ گفت تعلمتوها فی معهد اللغه عربیه مقصد از روی زمی در سوالی ما باز شما در خانه کلشه جملاتش جور کنید در کتابچایتان نوشته کنید. از تدریب سامر اختر لکل کلمه من العمود میگه از هر کلمه از عمود چی مثلا ستون ياك ما يناسبها من العمود الثاني مناسبه باشا ب با ستون دومي مثلا مثال هيا ستون دوميز نكتب هيا نكتب الثقافه مقابل الاسلاميه القران الكريم الطابق الاول بكل سرور اللغه عربيه سنوات الدراسة أذان الظهر شهادة الثانوية الدين الإسلامي الحمد لله إني خسم جور مكرين التدريب التاسع هات المفرد مثلا دراسة دراسة سنوات سنة شهادات شهادة جامعات جامعة ثقافات ثقافة, ثقافة. لغات لغة مجلات مجلة مكتبات مكتبة جنسيات جنسية مسلمات مسلمة ديانات ديانة شرفات شرفة شي زجاجات زجاجة وجبات وجبة روضات روضة التدريب العاشر استبدل مؤنثا بالمذكر كما في المثال مثلا مذكر مذكرتك مثلا المثال تعلم اللغة العربية يا عمر يجي في الأمر مثلا تعلم تعلم اللغة العربية يا عمر يعني ياد بيجي عمر زبان عربية أجري ما ناس تعلمي اللغة العربية يا زينة بر زينة تعلمي تقدم بطلب إلى عميد المعهد يا أحمد إذا مثلا إذا أحمد زينة بس تقدمي تقدمي بطلب إلى عميد المعهد يا زينب. خديجة التحق بمعهد اللغة العربية يا خالد التحقي بمعهد التحقي التحقي بمعهد اللغة العربية يا زينب آفرين اقرأ القرآن يا سعيد اقرأي القرآن يا فاطمة ادخل ادخلي مجا اختصر اختصري جهز جهزي خذ خذي خب جملة شو ما بقول ادخلي حجرة الدراسة يا خولة اختصري الكلام يا نسيبة جهزي الطعام يا فاطمة خذي الكتاب يا نسيبة التدريب الحادي عشر غير الفعل مع الضمير مثلاً فعلك الضمير تغيبته مثلاً مثلاً أنا أكتب الطلبة باللغة العربية أولاً مثلاً نحن نحن نكتب الطلبة باللغة العربية أنت تكتب الطلبة باللغة العربية، أنت تكتبين الطلبة باللغة العربية، هو يكتب الطلبة باللغة العربية، هي تكتب الطلبة باللغة العربية، التدريب الثاني عشر أكمل كالمثال مثلا تكملكم مثل المثال مثلا معلم معلم واحد يجي ميجي مهندس واحد معلمان اثنان، مهندسان اثنان، ثلاثة معلمين ثلاثة مهندسين، أربعة معلمين أربعة مهندسين، خمسة معلمين خمسة مهندسين، ستة معلمين ستة مهندسين. سبعة معلمين سبعة مهندسين ثمانية معلمين ثمانية مهندسين تسعة معلمين تسعة مهندسين عشرة معلمين عش عشرة مهندسين أحد, أحد عشر معلما أحد عشر مهندسا اثنا عشر معلما اثنا عشر مهندسا ثلاثة عشر معلما ثلاثة عشر مهندسا أربعة عشر معلما أربعة عشر مهندسا خمسة عشر معلما خمسة عشر مهندسا ستة عشر معلما ستة عشر مهندسا سبعة عشر معلم معلما سبعة عشر مهندسا ثمانية عشر معلما ثمانية عشر مهندسا تسعة عشر معلما تسعة عشر مهندسا عشرون معلما عشرون مهندسا واحد وعشرون معلما واحد وعشرون مهندسا اثنان وعشرون معلما اثنان وعشرون مهندسا ثلاثة وعشرون معلما، ثلاثة وعشرون مهندسا، أربعة وعشرون معلما، أربعة وعشرون مهندسا، خمسة وعشرون معلما، خمسة وعشرون مهندسا، ستة وعشرون معلما، ستة وعشرون مهندسا، سبعة وعشرون معلما، سبعة وعشرون مهندسا، ثمانية وعشرون معلما، ثمانية وعشرون مهندسا، تسعة وعشرون معلما، تسعة وعشرون مهندسا ثلاثون معلماً ثلاثون مهندساً مئة معلم مئة مهندس ألف معلم ألف مهندس التدريب الثالث عشر تمرين السيزدام أكمل كالمثال المثال الضمير الفعل المضاري مثلاً وقتك أنا أنا أكتب أنا أجلس أنا أتعلم أنا أذهب أنا أصعد إذا نحن بقول <applause> نحن نكتب نحن نجلس نحن نتعلم نحن نذهب نحن نصعد أنت تكتب أنت تجلس أنت تع... تتعلم أنت تذهب أنت تصعد أنت تكتبين أنت تجلسين أنت تتعلمين أنت تذهب تذهبين أنت تصعدين أنتما تكتبان أنتما تجلسان أنتما تتعلمان أنتما تذهبان أنتما تصعدان أنتما تكتبون مذكر معناتها انتم تكتبون انتم تجلسون انتم تعلمون انتم تسحبون انتم تساعدون انتن تكتبن انتن تجلسن انتن تتعلمن انتن تذهبن انتن تساعدن هو يكتب هو يجلس هو يتعلم هو يذهب هو يساعد هما يكتبان هما يجلسان هما يتعلمان هما يذهبان هما يصعدان هما تكتبان هما تكتبان هما يجلسان هما تعلمان هما, هما تذهبان هم تكتبونهم يكتبون هم يكتبون هم يجلسون هم يتعلمون هم يذهبون هم, هم يصعدون وهن يكتبن, يكتبن هن يجلسن هن يتعلمن هن يذهبن هن يصعدن عفوا يصعدن التدريب الرابع عشر اكمل كالمثال مثلا كم عدد سنوات الدراسة مثلا كم عدد سنوات الدراسة؟ كم عدد نوافذ الغرفة؟ كم عدد ساعات الدراسة؟ كم عدد طلاب الصف؟ كم عدد حجرات البيت؟ كم عدد فصول السنة؟ التدريب الخامس عشر أعيد كتابة الجملة مستخدما ما بين الأقواس مثلا جملة كأس من الذي يدرس في المعهد؟ مثال هو يدرس في المعهد. مثلا انتمي. من الذي تدرس في المعهد؟ أسامي أنت تدرسين في المعهد نعم أنا أدرس في المعهد مثلا نعم إجابة من يدرس في المعهد أنا أدرس في المعهد الطالب يكتب الدرس إذا مثلا أنت تكتب الدرس انت تكتبين الدرس هو يكتب الدرس هي تكتب الدرس هما يكتبان الدرس هم يكتبون الدرس هن يكتبن الدرس التدريب السادس عشر الحوار الطالب الاول تو سوال الطالب الاول كم فصلا في العام؟ اه كم سوال سؤال؟ في العام أربعة فصول هي الشتاء والخريف والصيف والربيع ترجمك؟ اقدر اياك سؤال فصل بباشا زمستان خزان طابستان بهار ومتى تبدا الدراسه بالمعهد ميدان يعني تش وقت فصل شروع درسها تبدا الدراسه بالمعهد في الفصل الخريف شروع دا معهد درسها در فصل الخزان وكيف التحقت بالمعهد قدمت طلبا الى العميد المعهد تقديم كارد مع رئيس معهد وما البيانات التي كتبتها في الطلب بياناتنا بيانات نوشتك دي دا معلومات كتبت الاثم والجنسيه والعمر والديانه والمحول الدراسي والمؤهل, والمؤهل الدراسي ثم العنوان انا هذا النام خد جنسيته عمره ما سنه خد ما يعني ايش قدر تحصيلات دارم <applause> وادرسنا وهل كتبت انت الطلبه خدت نشتكى دي لا لاني لا احسن كتابه باللغه العربيه ناخير ما بزبان عربي سيناشتاکه نه من الذي كتب لك الطلبه وكبر ناشتاکه دلیزه كتبه صديقي عمر ناشتاکه دوستم ما وأين وجدت عمر وذا كجا يافتي عمر وجدته في مركز ملك مركز ملك الفيصل للدراسات الإسلامية وريافتم ذا مرك مركز ملك فيصل يعني درس إسلامي وأين تعلم عمر اللغة العربية وكجا يدرس عمر زبان عربية تعلمها في معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى ويدرس تابو زبان عربية دا بنتون أم القرى وأين جامعة أم القرى؟ وذلك جامعة أم القرى؟ جامعة أم القرى في مدينة في مدينة مكة المكرمة. بانتوني أم القرى ده شهر مكة المكرمة. وهل تعلمت شيئا في اللغة العربية الآن؟ وأيتها الآن ده زبان عربي زيادة رفتي؟ نعم وانا الان اتكلم معك باللغه العربيه بلى ما مثل مثلاً صحبت بزبون عربي شكرا عفوا التدريب السابع عشر اكمل ارسل عمر طلبا الى عميد معهد اللغه العربيه <applause> يعني ام بجامعه ام القرى كتب عمر في الطلب اجى في بيد الطلب البيانات الاتيه الاسم, الإسم والجنسيه والعمر والديانة والمؤهل الدراسي والعنوان التحق عمر بالمعهد ولمدة ثلاث سنوات تعلم عمر اللغة العربية وهو يكتب ويقرأ بهذه اللغة بمي زبون عمر الآن يقرأ القرآن الكريم في المصحف الشريف يقرأ القرآن الكريم عمر الآن ما يقرأ القرآن الكريم في المصحف الشريف ويقرأ أيضا الحديث النبوي ام ما حديث النبوي عمر يقول عمر ميجا أنا الآن أقرأ وأكتب باللغة العربية التدريب الثامن الثامن عشر فحم المسمو الثامن عشر الجام شو ام مثلاً اس ميخنة 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 كم عدد السنوات الدراسية بالمعهد؟ ثلاثة سنوات أين مركز الدراسات الإسلامية؟ شارع مركز الملك فيصل بمدينة مراوي آه مثلا مثلا ما سوال ميكرم أين التحق عمر بصديقه؟ دا كجا التحاق في مركز في المركز الملك فيصل بالمدينه المراضيه هذا آه مو ملاقات كانت ماذا قال عمر بعد ما اتم قراءه القران صدق الله العظيم اين آه، كان يجلس عمر كان يجلس عمر في في مكتبه المركز عمر الى من تقدم عمر الطلب عمر طلب على جرب تقدم يقدم الطلبة إلى عميد المعهد اين مدينه مراوي <applause> شار مراوي مدينه المراوي في الفلبين عفوا عمر ماذا كان المؤهل الدراسي لعمر ما الدراسي يعني درجه تحصيل درجه تحصيل عمر شي بود شهاده الثانويه العامه عفوا التدريب التاسع عشر تعبير تحريري <applause> اکتب طلبا که تلتحق به معهد لغه العربیه لدراسه ای کار خانگی است. مگه شما یک دان عریضه نوشته کنید که میخواین که در انستیتیوت زبان عربی چی کنین؟ شامل شوین و السلام علیکم و رحمت الله